اهلا بكم في حلقه جديده من نهارك سعيد. النهارده هعمل لكم تمرين بطن بس للجزء السفلي ويا رب يعجبكم. هنبدا باول حاجه، هننام ايديا تحت ظهري وبطلع واحد اثنين، اهم حاجه ان رجلي ما تلمس الارض. ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، وبطلع برجلي بزاويه 45. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبريح 15 ثانية وهرجع تاني لنفس التمرين بس هعمله على شكل دورية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، دلوقتي هعمله دورية. واحد اثنين من اليمين للشمال، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، اعكس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أحب أقول لكل اللي بيعملوا التمرين ده، في ناس كتير قوي بتقلق من عضلات البطن وبتقول إن هي مؤلمة، مفيش حاجة بتيجي سهلة من أولها، هنجيب على قد ما نقدر وبعد كده واحدة واحدة نتعود عليها. فهنعمل تاني التمرين بس بطريقة مختلفة. بحط ايدي ورا ظهري وبطلع برجلي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وهنعمل اخر تمرين اللي هو ثبات ما بين كل واحد والتاني، هنعمل ثبات. دلوقتي هطلع، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وهنكرر اللي عملناه ده تاني، اربع مجاميع من كل حاجة اربع مجاميع. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، واشوفكم في حلقة تانية من نهارك سعيد.